انظر ما من السنة، ماذا عندنا من السنة، وهو حديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 300 إلى 400، وغيره. ولي بفضل الله تخريج له مطول في سهام الإصابة، صفحة 75 إلى 76. انتهى بي البحث أنه صحيح لغيره، أن الحديث صحيح لغيره. فيصعب الآن أن نذكر الطرق والتخريج، فمن أراد يرجع إلى هذا الكتاب. انظر إخواني في الله إلى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطي أعطى، وإذا سئل به أعطى. وفي رواية أنه قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. إذن انظروا إخواني في الله، هذا نص صريح أيضا في مسألتنا هذه، وهي واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الداعي على دعائه، وكان في دعائه أنه يفصل في الثناء على الله بذكر أسمائه جل في علاه وعظم في عالي سماه. فإذا هذه الصيغة التي ذكرها وهذه العبارة التي فيها أسماء الله جل في علاه وعظم في عالي سماه فيها
تفصيل أم إجمال؟ فيها تفصيل. وفيها نفي أم إثبات؟ فيها إثبات. فإذا هذا هو الشرع، وهو الإثبات المفصل في أسماء الله عز وجل.